سيد احمد الكندري، يبدو انه في مشكل كان في الريزو. سيد احمد اهلا بيك. مرحبا، اهلا بكم، مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا. دونك سيد احمد، كملت قبيله شوي الاجتماع نتاعكم، نحب نعرف ما قال او مصير القائمه نتاع محمد علي البغديري، هل تم استكمال الوثائق المطلوبه ولا لا؟ بالنسبه لنا احنا اجتمعنا اليوم كلجنه مستقله انتخابات جامعه روسيا كره قدم ماضي ساعتين، على اساس انه باش يجيب لنا اسم محمد علي البغديري وبقيه الاعضاء بعد الوثائق اللي احنا طلبناهم منهم. تقدم سي محمد علي البغديري، تقدم بمطلب ارجاع البث في الملفات الى في 24 ساعه طلب تمديد باش يقدم لنا الوثائق المتعلقه بالشهاده العلميه انها تعادل البكالوريا ام لا. اجتمعت اللجنه وقررت ارجاع البث في الملفات هذه الى حدود يوم الغد على الساعه الثانيه ونصف مساء. بيتكلم معنا بالتليفون سيد احمد رمزي السمراني عضو قائمه محمد علي البغديري، من سمعته ولا قال قدمنا قال قدمنا وثيقه تثبت انه السيد محمد علي البغديري عنده الباك وبلوز زاده. الوثيقه هذه ما قبلتوهاش ولا كيفاش بالضبط؟ والله ما نعرفش، هو راهم كان راهم هما هذوما يمثلوا شهاده بكالوريا، هو حر في تاويل الوثيقه اللي قدمها. بالنسبه لنا احنا كلجنه نظرنا في الوثائق المقدمه الى حد الان، راهو احنا منا مزايدة، كانوا نجم اليوم ننظروا في الملف، لكن احنا فضلنا انه نعطيوه ال 24 ساعه اللي هو طلبها. ما نعرفش انا علاش هو يقول الكلام هذا وقت اللي هما طلبوا التاخير في 24 ساعه باش يقدموا، ما يفيد ذلك ويقولوا هما قدموا اليوم، لان امور مش ساعه. نجم نعرفوا شنو هي الوثيقه اللي قدمها ولا ما قدمش حتى وثيقه معناها؟ لا ما قدمناش، قدمنا وثائق فما قوانين في تونسيه فيما يتعلق بال الشهاده نتاعو شنو هي تساوي. بالنسبه لنا احنا عندنا قانون اساسي نتاع النادي الافريقي يقول يا اما شهاده البكالوريا او ما يعادلها. نعرفوا ما يعادلها، بالنسبه لنا احنا تكون مسلمه من عند الوزارات المختصه في ذلك، يقول راهو الشهاده هذه تعادل البكالوريا. اما احنا باش نستنتجوا من بعض القوانين او بعض الاوامر نتاع وزارات لا ما تعنيناش، احنا عندنا قانون اساسي في تاويله. لازم يكون عنده يا اما البكالوريا كما هو موجود في القانون النادي الافريقي او ما يعادل البكالوريا. بالنسبة لي نحن يلزم يجيب لنا شهادة ما يعادل البكالوريا، بعد تبقى اللجنة باش تنظر في الوثائق المقدمة ونصدر قرارنا ويكون القرار صادر بالنسبة لي نحن نهائيا. في بالنسبة لبقية الأعضاء تم استكمال الوثائق ولا كيف تم طلب ما نجمش التأخير؟ ما نجمش نجاوبك على اعتبار أنه استجبنا احنا من طلب التأخير، قلنا اليوم باعتبار أنه نفسه في محمد علي البغديري قدم لنا مطلب، قال أنا أعطيني مهلة 24 ساعة باش نكمل الوثائق. فما وثائق اخرى تقدمت بعض الاعضاء، ما نجموش ناخذوا قرار في عضو ونكملوا ونخليوا الاعضاء الاخرين غدوه، فضلنا انه القرار يكون غدوه اجماعي بالنسبه للناس الكل ويصدر غدوه القرار. باهي، في صورة عدم قبول القائمة شنو مسار الانتخاب يكون سي احمد؟ كان في صورة الرافض باعتبار انه اللجنة بامكانها استئناف قرار الاستئناف موجود، معناها بامكانهم استئناف القائمة تجب تستئناف. وفما اللجنة الوطنية للاستئناف تنظر في الملف. بالنسبة لو كان تم بعض الديسيزيون يكون بيتا معناها حتى من الاستئناف. لا، الاستئناف يولي قرار نهائي، انتهى الموضوع. اي يكون بيتا. وهما تعهدوا، مش هذا أكثر من ذلك، سيد محمد علي البغديري ومع الأستاذ رمزي السمراني تعهدوا أنه طلبوا تأخير 24 ساعة وقالوا تعهدوا بتقصير أجل الاستئناف إلى يوم الجمعة في صورة رفض المطالب نتاعهم. يعني مهما يكون الأمر يكون الاستئناف، اذا فما استئناف في اليوم الجمعه على اقصى تقدير قالوا 12 نتاع الصباح. بعد موفق كتابه ومضمن بالجامعه التونسيه كره القدم. بعد الديسيزيون نتاعكم غدوه تو فما هامكم انتم لهنا تولي فما هيئه تسييريه ولا فما مسار انتخاب؟ موضوع اخر، هذا موضوع اخر، احنا مازلنا ما خدناش قرار، تو كي ناخذ القرار تو نقول لكم. بالنسبه لي انا الجزء جست نحب نعرف القانون شو يقول في ما نجمش نجاوبك في القانون، تخش عليها مانع صدرت قرار قبل ما يصدر القرار. تو كي يصدر قرارنا تو تعرفوا الجزئيات. فهمتك، واضح. تيك صحة، شكرا لك سيد احمد على كل التفاصيل هذه اللي مديتنا بها. دونك كما اكد السيد فما تضارب شويه في الكلمات، السيد رمز السمراني اكد قال مدينة وثيقه تثبت انه عنده الباك بلس، وما قالناش اللي طلبوا التاجيل. الجامعه التونسيه ولجنه الانتخابات تقول قائمه محمد علي البغديري طلبت التاجيل، موضوع اكيد مازال باش يطول.
غدوه ان شاء الله موعد جديد في فير بلاي المطيره الخامسه باش نتابعوا الموضوع هذا. اكيد المهله كانت مدتها الجامعه للقائمه هذه ب 24 ساعه، غدوه ساعتين ونص لازم قائمه محمد علي البغدادي توفر الوثيقه معادله نتاع الباك. نستنى ولو ان بون حسب المعلومات اللي عندي صعيب شويه باش تكون الوثيقه هذه باش تكون جاهزه. نستناو شنو هو مصير القائمه نتاع محمد علي البغدادي، ولو انه الاستئناف نتاع قرارات الانتخابات يبدو انه هو الديسيزيون واللي رفض باش يكون القائمه هذه. نستناو شنو باش يصير من هنا لغدوه، بعد فما عندنا متابعه للموضوع هذا. دونك موزيكا ثم نكملوا فاير بلاي بعد شويه.